السلام عليكم مشاهدينا، نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم نبدأها بالعناوين. الجوع يصل برلمان النظام وأحد أعضائه يتحدث عن فساد يعم الحكومة. في الذكرى الرابعة لانطلاق معركة غصن الزيتون قاست تقصف عفرين وتتسبب بمقتل وجرح عشرات المدنيين. العاصفة الثلجية تتسبب بأضرار بالغة في مخيمات الشمال السوري وفريق منسقو الاستجابة يناشد تقديم المساعدة العاجلة. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. طالب أحد أعضاء برلمان النظام رئيس الحكومة بالاستقالة موضحا أن الفساد استشرى في جميع مفاصل المؤسسات الحكومية، مضيفا أن الجوع وصل حتى لأعضاء مجلس الشعب التابع للنظام. التقرير والتفاصيل. تصل تداعيات الفقر الذي تعيشه سوريا إلى مجلس الشعب التابع للنظام، شعب يعاني من الجوع والفقر والظلم بحسب كلام العضو ناصر يوسف الناصر. يطالب ناصر رئيس الحكومة حسين عرنوس بالاستقالة موضحا أن الفساد استشرى في مفاصل المؤسسات الحكومية بشكل مرعب ومخيف. أما حلول عرنوس للفساد الذي تحدث عنه ناصر فقد شكلت صدمة للشارع بحسب صحيفة الشرق الأوسط، لا سيما بعد حديثه عن توزيع دعم نقدي مباشر لمستحقيه عوضا عن توزيع المواد النفطية، وذلك لمحاربة الفساد الحاصل في توزيعها. أما الصدمة فهي رفع أسعار البنزين والمازوت المدعوم ليعادل سعرها في السوق العالمية. ولأن الجوع دائما ما يرتبط بلقمة الخبز، فقد بدا واضحا واقع القمح في مناطق النظام بعد كشف وزير الاقتصاد في حكومة النظام محمد سامر خليل عن حاجة سوريا إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح من روسيا وإيران سنويا، إذ انخفض محصول القمح المحلي إلى 400,000 طن من أصل 2 مليوني طن حسب قوله. ومع اشتداد الجوع يشتد البرد على السوريين، لتعلن حكومة النظام عن بدء التسجيل على الدفعة الثانية من المازوت المدعوم بمقدار 50 لترا للعائلة، كمية لا تبدو كافية وتظهر النقص الحاصل في المحروقات لدى النظام. تزيد العاصفة الثلجية الأخيرة من مواجع السوريين في مناطق النظام وخارجها. ثلوج عمت المحافظات السورية ولطالما ارتبطت بذكريات العائلات في بيوتها سابقا، بينما ترتبط الآن ببيوت مدمرة وقبور وخيام كساها الثلج، وشعب ينتظر زوال الغيمة وشمس الفرج المأمول. ينضم إلينا مروان السيد مراسل حلب اليوم من دمشق. مرحبا بك مروان، كيف هو الحال والواقع المعيشي في مناطق سيطرة النظام، لا سيما توفر الخبز ومواد التدفئة في ظل هذه العاصفة؟ نعم، مساء الخير لك والمشاهدي. بالنسبة للأوضاع المعيشية في مناطق النظام في دمشق وريفها، فإن الأوضاع تزداد سوءا والطبابير عادت من جديد للظهور في العاصمة دمشق بعد قرار حكومة النظام بتوزيع دفعات من المازوت الحر بقيمة 1700 ليرة للتر الواحد بمضاعف التزيد عن مرتين ونصف. هذه المادة التي أصبح سعرها في السوق السوداء 3000 ليرة أصبح الأهالي يبحثون عنها للتدفئة في ظل الغلاء الكبير في أسعار المحروقات وفي أسعار الحطب، حطب التدفئة الذي وصل سعره الطن الواحد منه إلى 700,000 ليرة سورية، في ارتفاع هو الأول من نوعه هذا العام. يعني لاحظنا خلال الفترة الأخيرة هناك حتى مؤيدين للنظام وممثلين وغيرهم من الشخصيات، والآن عضو في مجلس الشعب يتحدث عن الأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق النظام. كيف تبدو ردود الأفعال على هذه الأوضاع بشكل مستمر؟
بالنسبة لي الأشخاص المعروفين الذين انتقدوا حكومة النظام والإجراءات الأخيرة، هؤلاء ضاقوا ذرعا على الرغم من المساحة المادية التي نعرفها بالنسبة لهم. هذا الأمر لا يمثل السوريين، كون السوريين هم أكثر تضررا من هؤلاء الأشخاص، وهناك معاناة لا يعرفها هؤلاء الأشخاص من خلال تأمين المحروقات، من خلال جمع البلاستيك والقمامة في بعض الأحيان للتدفئة. لا يعرفون معنى التدفئة عبر إطارات السيارات وما نعم تشكله مباشرة على الأسفل. مروان، الآن يعني هناك عاصفة ثلجية تصل إلى مناطق سوريا عموما، وجميع الحكومات مستنفرة التي وصلت هذه العاصفة إلى بلدانها. ضعنا في صورة الأوضاع في ظل العاصفة داخل مناطق نظام. بالنسبة للأوضاع مع العاصفة الثلجية الحالية، أنا أتحدث إليك وأنا أكاد أتجمد في ظل غياب الكهرباء والشح الكبير في المحروقات والمواد الأساسية للتدفئة. اليوم نتحدث عن آلاف العائلات التي تعتمد على جمع الكراتين والقمامة والحطب أو الأخشاب من الشوارع ومحيط المدن والبلدات للتدفئة. هذا الأمر ينعكس بمخاطر علي على صحتهم، الأمراض التنفسية تنتشر بين أطفال المنطقة، الروائح في الأجواء لا تكاد تختفي. هذا الوضع يلخص الحالة التي وصل إليها السوريون في ظل الغلاء الكبير على الاحتياجات الأساسية الأخرى من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الرز والسكر وغيرها، والسمن والزيت. هذه المواد تضاعفت عن السنوات الماضية على الرغم من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف منذ أشهر، لكن هناك ترتيبات لا يعرف السوريون ما يكون بالنسبة للأسعار. أشكرك مروان السيد، مراسلنا حدثتنا من دمشق، على كل هذه التفاصيل. كشف موقع أثر بريس المحلي عن بدء روسيا منذ عدة أيام تسيير دوريات عسكرية داخل مرفأ اللاذقية ومحيطه، مشيرا إلى أنها تجري بالتنسيق مع نظام الأسد، وترافقت الدوريات بطائرات استطلاع روسية وفقا للموقع. وبرر رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ جورافلوف في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية أن تلك الدوريات هي لحماية المنطقة من هجمات متوقعة من الشمال السوري، على حد قوله. أعاد متحف نابو اللبناني الخاص خمس قطع أثرية رومانية من مدينة تدمر الأثرية إلى دمشق بعدما ظلت معروضة في المتحف منذ عام 2018. وقال مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا التابع لنظام محمد نظير عوض في مراسم تسليم أقامها المتحف الوطني اللبناني في بيروت أن التماثيل المصنوعة من الحجر الجيري والأحجار الجنائزية المنقوشة والتي تعود إلى القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد أعيدت بمبادرة من أحد جامعي المقتنيات الثمينة اللبنانيين، مضيفا أن جواد عدرا صاحب المبادرة اشترى القطع من دور المزادات الأوروبية قبل عام 2011. أعلن الدفاع المدني مقتل ستة مدنيين وجرح أكثر من 25 آخرين إثر قصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة قسد ونظام استهدف سوق مدينة عفرين وأحيائها السكنية شمال سوريا. إنه سوق مدينة عفرين المزدحم بالمدنيين، إذ يتلقى ستة صواريخ من قسد في الذكرى الرابعة لسيطرة الجيش الوطني بدعم تركي على المدينة. جرت العادة أن تفعل قسد ما فعلته اليوم كل عام يمر فيه هذا التاريخ، وكأنها بهذا تجد نفسها انتقمت من الجيش الوطني، وإن كان الضحايا جميعهم من المدنيين ومعظمهم من النساء والأطفال. أخي الكريم، نحن بمنطقة سوق، طريق سوق شعبي وسوق تجاري، يعني كل فترة شهرين ثلاثة بصير قصف على المدنيين وعلى العالم العزل وعلى التجار وعلى المحلات، يعني استهداف مناطق شعبية فقط مليئة بالسكان، مليئة بالناس، مليئة بالعالم، ما فيها أي مقرات عسكرية أو أي شيء كان يعني بخص الموضوع هذا كله، يعني واستهداف مدنيين مدنيين مدنيين. حسبي الله ونعم الوكيل.
الله أكبر. الدفاع المدني السوري وفي آخر حصيلة له أكد سقوط 6 ضحايا من المدنيين على الأقل، بينهم 3 أطفال وامرأة، فيما جرح ما لا يقل عن 24 مدنيا بينهم 10 أطفال و7 نساء. الحكومة السورية المؤقتة وعبر بيان لها أدانت قصف قسد وصفة إياه بالعمل الانتقامي الجبان من الأطفال والنساء، وجددت دعوتها الدول الداعمة لقسد بضرورة التوقف عن دعمها الذي يسهم في قتل الأبرياء بحسب البيان. الجيش الوطني استهدف برجمات الصواريخ مواقع قسد وقوات النظام بريف حلب الشمالي كرد على استهداف عفرين، فيما قصفت طائرة مسيرة تركية نقاطا عسكرية لقسد بريف تل تمر بمحافظة الحسكة، وقتلت عددا من عناصرها بينهم قيادي يدعى عثمان ديريك. الدفاع المدني السوري كان قد وثق مقتل قرابة 50 شخصا وإصابة أكثر من 200 مدني خلال العام الماضي في مدينة عفرين وحدها جراء الاستهدافات الصاروخية والمدفعية من مناطق سيطرة قسد والنظام. مدنيون كلما هاجروا إلى مكان ليهربوا من الموت يجدونه أمامهم مرة أخرى، فلا ينظرون وراءهم ليودعوا منفى، فإن أمامهم منفى. أصيب 5 عناصر من حرس النقطة التركية في بلدة كنصفرة بجبل الزاوية جراء قصف مدفعي من قبل قوات النظام. وبحسب موقع عنب بلدي فإن القصف المدفعي جاء من مواقع قوات النظام المتمركزة في قرية بسقلة جنوبية إدلب. وأضاف الموقع أن النقاط التركية المتمركزة في جبل الزاوية ردت بقصف مدفعي على مواقع قوات النظام في مناطق ريف إدلب الجنوبي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: تضاعف إيجارات المنازل في اسطنبول يؤرق كثيرا من العائلات السورية. أيلول 2015، تاريخ حفر في ذاكرة السوريين بالدم. أكثر من 100,000 غارة جوية، ألاف القتلى وملايين المهجرين. محتل لا يعرف الرحمة، لم تسلم منه المدارس ولم تسلم منه المشافي أيضا. تهجير وأفراغ للمدن، هدن وتسويات مزعومة دون أي تنفيذ، بين فيتو حاضر دوما في مجلس الأمن ومؤتمرات كثيرة للوصول إلى حل سياسي. الوجود الروسي في سوريا سنوات والمحرقة مستمرة. صناعة الوهم يأتيكم في الأوقات التالية. مرحبا بكم الجديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أضرارا بالغة لحقت بمخيمات شمال غرب سوريا بسبب تساقط الثلوج بغزارة خلال اليومين الماضيين، حيث انهارت بعض الخيام على رؤوس قاطنيها. وبحسب التقارير الأولية الصادرة عن المكتب فإن أكثر من 362 خيمة تضررت ضمن 31 موقعاً في محافظتي حلب وإدلب جراء العاصفة الثلجية. من جهته أصدر فريق منسقو استجابة سوريا بياناً يناشد فيه المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في شمال غرب سوريا، يناشدها لتقديم المساعدة العاجلة للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية تزامناً مع اقتراب منخفض جوي جديد. حول ذلك ينضم إلينا السيد نعيم قاسم مدير مركز الدفاع المدني من عفرين. مرحبا بك سيد نعيم، ما هو وضع المخيمات حاليا بعد العاصفة الثلجية وما هي الاستعدادات للعاصفة الجديدة؟ مساء الخير. الوضع مأساوي بشكل كبير بسبب الحرارة المتدنية التي تصل إلى تحت الصفر،
وغياب وسائل التدفئة وبشكل كامل. الاستعدادات لمنخفض جوي قادم، يعني هناك توقعات بمنخفض جديد، هل هناك أي استعدادات؟ تعمل فرقنا إلى الآن وحتى هذه اللحظة على تأمين جميع الطرق الرئيسية للوصول إلى كافة القرى والمخيمات، والاستعداد هو بشكل كامل استعداداً للمنخفض القادم بكافة الفرق وكافة العناصر والآليات. هذا الوضع سيد نعيم يعني هو وضع سنوي بات يعني معروفاً ومعتاداً حتى لأهل الخيام، لكن ما هو الحل برأيك لإنهاء هذه المعاناة؟ إن الحل هو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. يعني هي الناس اللي ساكنة بالمخيمات هي كان عندها بيوت، اضطرت من القصف قوات النظام وروسيا إلى اللجوء إلى هذه المخيمات، فهو الحل محاسبة هؤلاء مرتكبي الجرائم وإرجاع الناس إلى بيوتهم. يعني هذا حل ربما الكلي، لكن جزئيا حاليا بالنسبة لأوضاع المأساوية للمخيمات، هل هناك حلول أخرى مثل تأمين مساكن طينية أو يعني إسمنتية وغير ذلك، مساكن تكون أكثر مناسبة من الخيام؟ الحل الجزئي حاليا هو وجود مخيمات بشكل عشوائي. الحل هو التوجه إلى إنشاء مخيمات سكنية بأماكن آمنة وتأمينهم ووضع منازل طينية لهم. أشكرك السيد نعيم قاسم مدير مركز الدفاع المدني في عفرين على كل هذه التفاصيل. أهلا وسهلا. ما تزال آثار العاصفة الثلجية ظاهرة على المخيمات في الشمال السوري، خاصة مع صعوبة الوصول إلى هذه المخيمات. مراسل حلب اليوم بدر كجك ينقل لنا حالة المخيمات في مدينة عزاز شمال حلب. بالرغم من بياضها إلا أنها ليلة سوداء كانت على سكان المخيمات في الشمال السوري المحرر. عاصفة ثلجية ضربت المنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى موجات من الصقيع والبرد، حيث وصلت درجة الحرارة إلى دون الصفر هنا في مخيمات مدينة عزاز. نلتقي الآن مع العم أبو مضر مدير أحد القطاعات في هذا المخيم. يعطيك العافية عم أبو مضر. امبارح كان ليلة ثلجية وعواصف ثلجية، كيف كانت هاي الليلة عليكم أنتم بهذا المخيم؟ والله كانت صعبة جدا وتضررت المخيم، يعني دخلت الثلج هدم الخيام، شيء 15-20 عائلة تهدمت خيامها وقعد فوقها، وفاتت في قسم من الخيام انه فاتت عليها المية. تمينا المخيم، يعني في بعض الخيام يعني ماشي حالها، جمعنا العالم بيها وظلينا ناطين وجه الصباح يعني عنا الثلج هذا. طيب عمي أبو مضر، عدد الخيام اللي تضررت بشكل عام بالمخيم هون عندكم كم خيمة؟ يعني شيء 15 خيمة 15 عائلة. طيب شو عم تعمل اليوم انتو تاني يوم؟ والله داعق اللي شوفت عينك، يعني كمان يعني بالليل تلج ولغ، عم تمشي المياه كلياتها اتجاه مخيمنا وكلياتها عم تهدر على المخيم، يعني بالليل ثلج وبالنهار سيلانات، داعق اللي شلون بهدلت المخيم، عم تفوت على الخيام، عم نجرف من هون وهون تنمشي هالمي. الله المستعان، تنشوف فرج الله. شو توجه رسالة للمنظمات الإنسانية؟ والله نوجه رسالة للمنظمات إنه يدعقون على حالتنا، يشوفون وضع العالم، جميع المخيمات يعني مو بس مخيماتنا، على جميع المخيمات المضررة يشوفون العالم، يساعدونهم تدفئة، يساعدونهم بخيام، يساعدونهم بغذائية، يعني هاي يشوفون معاناة العالم، بس هاي أريد منهم غير ايش ما أريد. الله يفرج عنكم عم مضر. اذا العاصفة الثلجية ضربت الشمال السوري بشكل عام، وبحسب فريق منسقو الاستجابة ان هناك اكثر من 70 خيمة قد سقطت فوق رؤوس قاطنيها. فرق الانقاذ والدفاع المدني ليلة امس لم تهدأ وكانت تنقل العائلات من المخيمات المتواجدة في اطراف مدينة عزاز، بالاضافة الى مدينة عفرين والمناطق التي تضررت بفعل العاصفة الثلجية. العاصفة الثلجية ربما تمتد إلى يوم أو يومين، مما يدفع الأهالي أو يؤرق الأهالي بشكل كبير جدا، ويدفعهم إلى مناشدة المنظمات الإنسانية والمجالس المحلية بضرورة التدخل وتأمين الأهالي للحفاظ على أرواحهم. بدر كجا، قناة حلب اليوم، مدينة عزاز.
مع انتهاء الفصل الدراسي الأول في الشمال السوري، كاميرا حلب اليوم التقت بعض الطلبة وسألتهم عن أنشطتهم خلال العطلة الانتصافية. إن شاء الله بالعطلة الانتصافية راح أبدأ دورة الإكسل ودورة الوورد، وبإذن الله إن شاء الله راح أكمل اليوز والألعاب الذكاء بإذن الله، ألعاب الذكاء مثل كشطرنج، كمعادلات رياضية إلى آخره، وإن شاء الله راح أبلش باللغة التركية وندرس إن شاء الله اللغة الإنجليزية هي لغة الطفل العالمية. بلعب كرة القدم، بحب الطابي كثير وبدي أنمي هاي المهارة في ملعب الباب بالتمارين اللي بيعطيها الكابتن، وهي الشغلات هاي اللي بحبها في اللعب. وفي عندي محل بدي أضل قاعد فيه عبين ما ترجع المدرسة وترجع تفتح، هاي الشغلات اللي بحبها وهي الشغلات إن شاء الله اللي بدي أساويها. هدفي في هذا الوقت الفراغ هو البحث في بحث معلومات دراسية في مواقع الإنترنت وزيادة معلوماتي في الدراسة، وهدفي من هذه الدراسة كلها بناء وطني وأن أكون لقاء صحافي أو محلل سياسي في هذه الدراسة. خلال العطلة الانتصافية أتابع قراءتي بالقرآن وأتمكن منه وانتظر حتى إن شاء الله أختم القرآن، وكمان بساعد أبوي بشغله نساعد، بساوي نشاطاتي وهوايتي بالطبي بمارسة أكثر بالنادي وبعيش حياتي طبيعي. شهدت مدينة اسطنبول التركية خلال فترة قصيرة ارتفاعا كبيرا بأسعار إيجار المنازل السكنية، ما زاد معاناة الكثير من اللاجئين السوريين من ذوي الدخل المحدود. المزيد في التقرير التالي. لا يكاد يخلو شارع من شوارع مدينة اسطنبول من أحد المهاجرين والمهجرين، سواء من السوريين أو غيرهم ممن وجدوا في اسطنبول المكان الأنسب للعيش والعمل، إلا أن الكثير من المعوقات والمشاكل تظهر في طريقهم يوما بعد يوم، خصوصا فيما يتعلق بالمسكن وارتفاع إيجار المنازل الذي وصل لأرقام غير معقولة مقارنة بالدخل الشهري. والله يا أخي من يعني ما بعرف إن شو القصة صارت، يعني زيادة الأجارات الدولة حددت 10% 15% ما أعرف، بس أصحاب البيوت عم يرفعوا الأجارات أكثر من هيك. يعني مثلا أنا بيتي كان مثلا 1700 طف لل 2500، طيب هذا حرام ولا مو حرام؟ وأنا مثلا عندي عامل ابن واحد، إيش بدي يسوي يشتغل تيوفي أجر إلا مي إلا إنترنت إلا كهرباء؟ شيء غلاء فاحش. الكثير من الأسباب ساهمت بارتفاع أجار المنازل الذي وصل ببعض الأحيان لنسبة تخطت 200%، متجاوزة الزيادة السنوية التي تسمح بها الحكومة. ويرجح الكثيرون أن هجرة الأفغان الأخيرة من جهة وانخفاض قيمة الليرة من جهة أخرى هو السبب بذاك الارتفاع الذي أرق كثيرا من الأتراك أيضا. عندما يرتفع الدولار ترتفع الأسعار بشكل تلقائي، إضافة لهجرة الأجانب والذين يدفعون أسعارا إضافية ولأشهر عديدة، فهذا أيضا من الأسباب التي تؤدي لزيادة في أسعار المنازل وإيجارها. إيجار المنازل في اسطنبول هي من أكبر المشكلات التي يعاني منها السوريون، فمن قلة المنازل لتكاليف المكاتب العقارية وبدل التأمين، إضافة للزيادة السنوية على الإيجار والتي تأتي بشكل طبيعي، ناهيك عن الامتناع عن تأجير السوريين في كثير من الأحوال، هي معوقات تفرض عند استئجار كل منزل جديد. الشيء الطبيعي لأسعار العقارات أنه تتوازى أسعار العقارات في مدينة اسطنبول حتى تكون مثل مثيلاتها من المدن الكبرى حول العالم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، التغير بسعر صرف الدولار وارتفاع سعر صرف الدولار وأيضا ارتفاع قيمة المعيشة في مدينة اسطنبول أدى هذا الكلام ليصير في تغيير بالطرح الموجود من ناحية أسعار العقارة. عشر سنوات ولا يزال السوريون في دول التهجير، ولا تزال معاناتهم تتفاقم يوما بعد يوم. العثور على منزل جديد بإيجار معقول قد لا يكون المعاناة الأولى ولن تكون الأخيرة. حسين الزايدة، حلب اليوم، مدينة اسطنبول.
بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة alabtodaytv.net. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.